العاشر من تموز عام 2017 تساءل الملايين عن هوية ذلك الكاتب الأسمر الأفريقي الذي احتفى بذكرى ميلاده موقع جوجل بصورة كبيرة له، يمسك أوراقا ويهم بالكتابة بنظراته ونظارته المميزتين، ليعرف حينها السائلون أن هذه الصورة لعبقري الرواية العربية كما أطلق عليه النقاد، الروائي السوداني الطيب صالح، والذي يعتبر أهم من خطوا ملامح الأدب السوداني الحديث، ولعله أهم وأشهر اسم أدبي عرف في السودان تاريخيا، وأوضح من ورد الثقافة السودانية وملامح الحياة في السودان عبر الرواية. عندما يذكر اسم الطيب صالح، أول ما يخطر في ذهن عارفيه وقارئيه هو موسم الهجرة إلى الشمال، تلك الرواية الأشهر من أعمال صالح، والتي صنفت من بين أهم 100 رواية في تاريخ البشرية، فيما نحت تصنيفات عربية للقول بأنها أهم رواية عربية في القرن العشرين. الرواية التي ترجمت إلى 20 لغة خاضت في قضية جدلية حساسة ببراعة واضحة، ترصد العلاقة والاختلاف الثقافي والمجتمعي بين الشمال والجنوب أو الشرق والغرب، من خلال قصة طالب سوداني يهاجر إلى إنجلترا. بطل موسم الهجرة إلى الشمال يطرح في سيرته تساؤلات عديدة، ويجعل الحكم عليه صعبا من قبل القارئ. فهل تحول إلى إنجليزي بالفعل؟ هل هو بمثابة جاسوس؟ أم هل هو رافض للإنجليز وثائر عليهم؟ أنا أؤمن الحكمة التي قالها الأستاذ الكبير الروائي، واحد من المعلمين في فن الرواية، اللي هو جراهام جرين. جراهام جرين يقول إنه الكاتب يجب أن يقطع الحبل السري الذي يربط بينه وبين التجربة. تلك الجدليات ولدت صدى واسعا حول الرواية، وجعلتها تنتشر بقوة، على الرغم من أن بدايتها كانت عبر مجلة وليس كتابا مستقلا، حيث نشرت في مجلة حوار عام 1966، ثم وفي العام نفسه صدرت عن دار العودة للنشر في بيروت. ولد الطيب صالح عام 1929 في قرية كارماكاول في إقليم مروي شمالي السودان، لأسرة تعمل في الفلاحة. تلقى تعليمه الأولي في القرية، ثم انتقل إلى بور سودان شرقي السودان ليقضي فيه المرحلة التعليمية المتوسطة، ثم إلى العاصمة الخرطوم لينهي فيها المرحلة الثانوية، ويدرس في جامعتها العلوم الطبيعية وينال درجة البكالوريوس فيها، ويبدأ بالعمل كمدرس قبل أن ينتقل إلى لندن عام 53، فيدرس العلوم السياسية فيها، ثم يعمل في القسم العربي من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، ثم ليصبح مدير قسم الدراما فيها. من لندن مرة أخرى إلى السودان ليعمل في إذاعتها، ثم إلى قطر ليعمل في وزارة إعلامها، ففرنسا ليعمل مديرا إقليميا في منظمة اليونسكو في باريس، وليمثل المنظمة في الخليج العربي. ذراني والفلاة بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثامي، فإني أستريح بذي وهذا، وأتعب بالإناخة والمقام. عيون رواحلي انحرت عيني، وكل بغام رازحة بغامي، وقد أرد المياه بغير هاد سوى عدي لها برق الغمام. اشتغل الطيب صالح في أعماله الروائية على البيئة السودانية بكل ما فيها من تجاذبات، بالاختلافات الإثنية فيها، لينتج للأدب العربي مجموعة كبيرة من الكتب، كان أهمها في الرواية موسم الهجرة إلى الشمال، وضو البيت، وعرس الزين، ومراود، إضافة إلى مجموعات قصصية وكتب في الدراسات الأدبية والثقافية، مثل في صحبة المتنبي ورفاقه، والمضيئون كالنجوم في أعلام العرب والفرنجة، وأيضا في رحاب الجنادرية وأصيلة، ومجموعة أخرى من الكتب التي انتشرت في العالم العربي وترجمت أغلبها إلى لغات أجنبية عدة. نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي
فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. ورد ذلك في روايته موسم الهجرة إلى الشمال، التحفة الأدبية التي ما زالت حتى يومنا هذا حاضرة في مختلف المكتبات العربية وتراثا مؤثرا في تاريخ الرواية العربية. لم تنهمر الجوائز على الطيب صالح، ولم يكن من الروائيين كثيري الحضور في المحافل الثقافية والأدبية وعلى خشبات المهرجانات، فلم ينل في حياته سوى جائزتين. الأولى هي جائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي، والثانية جائزة محمد زفزاف في المغرب. توفي الطيب صالح في 18 من شباط عام 2009 في لندن، ودفن في بلده السودان بعد تجربة أدبية خالدة في المكتبة العربية. وبعد وفاته بعام واحد أطلقت جائزة الطيب صالح العالمية للأعمال الكتابية، والتي تشمل الرواية والقصة والدراسات النقدية باللغة العربية، فيما أطلقت عام 2002 جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، وهي جائزة محلية سودانية. 80 عاماً عاشها صالح متنقلاً بين الشرق والغرب وحاملاً قيماً أدبية ثقافية، أدرك تماماً كيفية توظيفها في قوالب إبداعية يمكنها بجدارة أن تدخل التاريخ. كل من يتعامل مع الكلمة عليه مسؤولية، عليه أمانة، وأنا أحاول أن أستشعر المسؤولية في كل ما أكتب.